السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى عاملة لكم حاجة خطيرة جدا في الفيديو ده. هعمل معاكم كيكة الشوكولاتة، بس مش اي كيكة شوكولاتة، كيكة شوكولاتة بصوا فادجي وخطيرة جدا جدا، طرية قوي، يعني مش قادرة اوصف لكم طعمها، قالب على براونس كده في نفسها من كتر ما هي طعم الشوكولات فيها قوي وحلو قوي، نكهتها كمان حلوة وهي بتستوي في الفرن كده، مخلية ريحة البيت كله شوكولاتة، حاجة كده خطيرة. شايفين شكلها عامل ازاي وتفاصيلها؟ انا ما بحبش كيك الشوكولاتة اللي بيكون ناشف وكله فراغات ده، انا بحب كيك الشوكولاتة الغني اللي قوامه طري زي ما انتوا شايفين كده. يلا على طول نشوف بقى هنعملها مع بعض ازاي. قبل ما ابدأ فيها بس هشغل الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ويلا نشوف المقادير بقى مع بعض. اول حاجه كوب ونص من الدقيق الابيض، وكوب الا ربع من الكاكاو الخام، يعني كاكاو غير محلى مفيهوش سكر. هحتاج كوب ونص من السكر الابيض الناعم علشان يمتزج معايا في خليط الكيك كويس. هحتاج كوب من الحليب ونص كوب من الزبادي، يعني علبه زبادي، وهحتاج نص كوب من الزيت ونص كوب من الزبده او 100 جرام من الزبده، زبده طريه بدرجه حراره الغرفه. هحتاج 2 بيضه، واكيد مع البيض هحتاج بقى فانيلا. هحتاج معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر ومعلقه صغيره مليانه من البيكنج صودا. هحتاج كمان رشه ملح، الفانيلا الغامقه بتبقى طعمها احلى، كمان بتدي طعم حلو قوي لو عندكم، لو عندكم البودر اوكي. واحتاج معلقتين صغيرين من الخل الابيض. يلا نشوف بقى هنحضرها مع بعض ازاي. عامه في الكيك احنا بنمزج كل حاجه مع بعضها، انا بس بشوف انسب طريقه واسهل طريقه للامتزاج ده ايه عشان يديني في الاخر خليط حلو ومتجانس معايا. في البولة بتاعتي اول حاجة هحط الزبدة وابدأ ان انا اخفقها بس خفقتين كده عشان تبقى خفيفة شوية معايا شبه المايونيز، وبعدين هضيف لها السكر والبيض والفانيلا، وهقلب كل الكلام ده مع بعض عشان كل حاجة تمتزج اكتر مع بعضها وكل حاجة تدوب كده مع بعض. شايفين بقى خليط متجانس وتمام قوي وكله فقاعات كده وارتفع شوية، ناعم جدا وخطير. هبدأ بقى أضيف باقي المواد السائلة، هضيف علبة الزبادي والزيت واخفق كويس. محطتش الحليب دلوقتي عشان الحليب كان هيخفف المقدار قوي، فهيبقى ما يدينيش النعومة اللي أنا عايزاها. بعد كده ضفت الحليب بقى وخلاص، وبرده كل الخطوات اللي فاتت دي ممكن قوي نعملها في الخلاط لو ما عندكوش مضرب يدوي. هنحط كمان الخل، معلقة كبيرة أو معلقتين صغيرين من الخل الأبيض وبس كده. خليط بقى المواد الجافة اللي هو الكاكاو الخام والدقيق، حطيت عليهم رشة الملح وهبدأ أنخلهم حلو جدا جدا، لأن الكاكاو الخام بيكون فيه تكتلات كده صغيرة هتدينا يعني قوام مش حلو في الكيك. أنا بحتفظ بقى دايما بحوالي نص كوب من الدقيق أو المادة الجافة، ونص كوب الأخير ده هو اللي بضيف عليه البيكنج صودا والبيكنج باودر، البيكنج صودا اللي هي البيكربوناتو، وبضيفها في الاخر خالص واقلبها بشويش جدا جدا بالسباتولا. وعامه الدقيق كله ما بيتخفقش جامد، الدقيق مجرد ما بيختفي في الخليط السائل بتاعي. جبت صينيه، الصينيه دي مقاسها حوالي 22، ممكن صينيه 24 تقريبا في الحدود دي، وهبدا ان انا انزل فيها الكيك. انا عشان الصينيه بتاعتي جدارها عالي، انتوا لو الصينيه بتاعتكم اقل شويه هتستخدموا صينيه 26 او 24 وتغلفوها من جوه بورق زبده، والخطوه دي مهمه قوي علشان الكيكه دي طريه جدا. دخلتها بقى الفرن المتسخن على 180 درجه في النص، وهبدا احضر صوص الشوكولاته. انا استخدمت هنا بواقي شوكولاته، عندي حوالي 200 جرام من الشوكولاته، ممكن تستخدموا شوكولاته خام حسب المتوفر عندكم. وضفت لها حوالي تلت او نص كوب من كريمة الخفق او الحليب، انا حطيت حليب، حتى حطيت حليب عادي خالص كامل الدسم، حوالي نص كوب من الحليب، وحطيتها على حمام مية.
يعني ايه حمام ميه؟ يعني بنحط شويه ميه في حله بحيث الميه ما تلمسش سطح الطبق خالص، يعني نحط بقى طبق يكون بايركس او حاجه بتستحمل الحراره او بتدخل مايكرويف، ونحط فيها زي ما انتم شايفين الشوكولاته على الحليب ونبدا نقلب بالشكل ده. هنلاقيها ساحت من البخار، واول ما ساحت حطيت لها معلقه صغيره من الزبده بس عشان يدينا لمعه حلوه شبه الصوصات اللي بنبقى جايبينها من بره كده، بتبقى بتلمع شويه. وكده هو بقى جاهز معايا، هو قوامه كده خفيف هيتقل، وبعدين لما نحطه على الكيك هيخف تاني. بصوا الكيك طالعه مستويه جدا، يعني شايفين السطح بتاعها تمام، اول بس ما فتحت عليها للهواء شويه اللي هو انهارت كده، عارفين اللي هو اخدت كده وضع، فردت شويه في الطبق من الجناب، لان هي قد ايه طريه مش قادره اوصف لكم. الصوص نزل عليها وهو تقيل، وبعدين خف شويه من السخونيه بتاعت الكيكه، بس بعد كده هيمسك تاني لو حطيناها في التلاجه. تقدروا تزينوها بقى بقطعة فراولة أو بلو بيري أو أي حاجة عندكم، أو ما تزينوهاش. أو على فكرة ممكن تستغنوا عن صوص الشوكولاتة، هي مش محتاجاه خالص أصلا، الكيك نفسه بيكون طري جدا جدا، وهوريكم دلوقتي من جوه عامل إزاي. يعني حاجة كده لوحة فنية، شكلها خطير، طعمها كمان يجنن بجد، مش قادرة أوصف لكم قد إيه فظيعة. بصوا قوام صوص الشوكولاتة في الويسك عامل إزاي، قوام أصلا تقيل بس هو سايح عشان الكيكة كانت دافية شوية وانا بحطه عليها. نقطعها بقى مع بعض، عايزة اوريها لكم من جوه قد ايه شكلها خطير. بصوا عاملة ازاي، عايزاكم تركزوا في الجزء اللي مفيهوش صوص شوكولاتة، شوفوا قد ايه فاضي وطري، يعني حاجة خطيرة جدا جدا. انا متأكدة بإذن الله الوصفة دي يعني من الوصفات اللي هتدمنوها لو جربتوها، بجد تحفة وتجنن. تقدروا تعملوها لو عندكم ضيوف او ليكوا حتى، شايفين عاملة ازاي الجزء اللي مفيهوش حتى صوص شوكولاتة. مستنية تجربوها وبإذن الله تعجبكم، وبالهنا والشفا.